تقوس الساقين من أكتر الحاجات اللي بتقلق الأب والأم لما بيلاقوا رجل ابنهم فيها اعوجاج أو مش مستوية مع بعض. تقوس الساقين عند الأطفال ده لازم نطمن الأب والأم دايما إن في جزء منه طبيعي خلقة ربنا، إن الطفل من سن شهر لحد سن سنة ونص سنتين رجله بتتقوس بحيث الركب بتبعد عن بعض، ومن سن سنتين لغاية 7 سنين طبيعي إن يحصل تقوس في الناحية العكسية إن الركب تقرب من بعض والقدمين يبعدوا عن بعض. ده بالنسبة للتقوس الطبيعي، بس دايما بنهتم ونتأكد ان لو النسبة زيادة قوي في التقوس نبدأ نقيس للطفل ده الكالسيوم وفيتامين د والفوسفورس والألكالين فوسفاتيز عشان نتأكد ان هما نسبة طبيعية. طول ما هما نسبتهم طبيعية في جسم الطفل التقوس ده هيتعدل لوحده عند السن المناسب. اما المشكلة الكبيرة لو هو فيه نقص والاب والام ما انتبهوش للكلام ده او ما بيدوش فيتامين د او النقط اللي هي الفي دروب دي من ساعة الولادة، ساعتها التقوس ده ما بيتعدلش لوحده وبيبقى تقوس مرضي. ساعتها بنبدأ معاه العلاج بان احنا قبل اي حاجة لازم نصلح نسبة الكالسيوم والفوسفورس والالكالين فوسفاتيز ونسبة الفيتامين د في الجسم. بعد ما بيتصلحوا بنبدأ نقيس التقوس ونبدأ نشوف هل عدى السن اللي هيتصلح فيه لوحده، فبنبدأ ممكن نحتاج لعملية استعدال للفخد او الساق حسب التقوس فين بالظبط، ولا مش هنحتاجه هيتعدل لوحده. وفي الاخر بنتمنى لكم دوام الصحة والعافية.